اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بالمناسبه الجميله عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير. كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا، هنعمل طبعا وليمه. لما نعمل وليمه يعني مشويات، يعني حاجات بتاعتنا، ديك رومي، عندنا بطايه حلوه كده بلدي زي الفل، هنعملها بطريقه مختلفه النهارده، وهنعملها بحشيه ورق عنب. تبذير؟ لا، ما نعتبروش تبذير، هي يعني مره في الشهر كده ورق عنب، نلف كميه على قد عدد الافراد الاسره، ومعانا بطايه حلوه بتستوي على النار، هنبدا نحشيها الورق العنب ده بطريقه جميله، نضمن ان البط استوى والورق العنب. في تركيه هنا وفي خبره طهويه هنا هنشوفها مع بعض في تفاصيل الحلقه ان شاء الله. وبمناسبه عاشوراء كمان هنعمل النهارده العاشوراء اللي هو القمح بتاعنا الجميل الحلو من خير ارضنا، نعمله بالحليب، نعمله بكريم شانتيه، نعمله بالفانيليا، نعمله بالحبهان، ولكن هي اساسها قمح مغسول من بالليل منقوع بيتحط على النار بيستوي. ناخد مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي على النار اهو في طريقه اللي هو يستوي. طبعا القمح لازم الحبايه تستوي كده وتطلع ايه جمالها وبياضها وحلاوتها في قلب الحل اهو. جاهزه تقدري تحليها بالعسل، تحليها بالحليب زي ما انت حابه. في تفاصيل كتيره لعمل البليله وبمناسبه عاشوراء هنشوفها مع بعض ان شاء الله. معانا كمان حلو النهارده الكسكسي، هنعمله بالعسل والمكسرات. كسكسي بلدي من ست طيبه بنعرفها، بصراحه انا احب استخدمه ما اجيبش الجاهز، فده معانا هنا النهارده هنعمله بالسمنه البلدي مع شويه عسل حلوين، ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. هعمل دلوقتي شويه كسكسي. الكسكسي ده بنعمله بالخضار، اخواننا في تونس والجزائر والدول العربيه بنوجه لهم تحيه كبيره من مصر ومن الدنيا، ولكن احنا النهارده هنعمل الكسكسي بطريقه مصريه اللي احنا متعودين عليه، بنعمله بالحليب بالمكسرات بالعسل، حاجه كده سريعه ولطيفه. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. معانا كسكسي ده مشغول على الايد مش جاي جاهز، ومعانا عسل، ومعانا شويه كاكاو. ممكن نعمل الكسكسي بالشوكولاته، ودي جديده عشان طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا كمان، ومعانا شوية فانيليا وزبدة. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي، ومعانا تشكيلة من المكسرات. معانا زبيب وشوية عين جمل وشوية قراصية، شوية مشمشية زي ما احنا عايزين، والمقادير على الشاشة، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلوة. طاسة أخبارها إيه؟ فل. تمام. المعلقة اللي هنقلب بيها كالعادة لعدت على بصلة ولا توم، أهي معايا، أنتوا فاكرينها وعارفين، أهي زي الفل. بنستخدم هنا سمنة بلدي بالشكل ده كده، شوف بقى التركات المغازي بقى في عمل الكسكسي. دي سمنة بلدي كتير، خليه يشبع سمنة بلدي. زي الفل. بحط على السمنة البلدي دي يا عم الشيف. اوف 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 اهو فانيليا. تمام، بحط على السمنه البلدي دي فانيليا تاخد طعم كده حلو. استنى عليها لما تسيح واشم ريحه الفانيليا مع السمنه. شفت الجو ده كده؟ الله على الريحه الحلوه. معايا قرفه خشب، ده شغل بقى ايه معمول بمزاج، وفصين حبهان اهو زي ما انا شغال كده في قلب السمنه. هنا بقى السمنه التركيه هنا والخبره الطهويه بتقول ايه؟ بتقول ان السمنه البلدي خدت طعم القرفه مع طعم الفانيليا مع طعم الحبهان زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجو ده كده، فخدت طعم حلوه. ولما اقلبها مع الكسكسي، الكسكسي عاشق للطعم ده. شايفين اهوت؟ اقلب يا عم الشيف. حلو التقليبه دي، شفتوا السمنه البلدي؟ خدت طعم القرفه، خدت طعم الفانيليا، خد الطعم الحبهان. المخرج بيقول لي حبهان مع كسكسي، جرب. دايما انا اللي يقول حاجه اقول له جرب. واقلب السمنه البلدي كده مع الكسكسي بتاعنا، وعندي ميه بتغلي على النار، هديش اشاء ميه صغير كده، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي خالص. بعد التقليبه كده واحس ان الكسكسي ايه اتحمص، خد طعم القرفه، خد طعم الحبهان، طعم الفانيليا. نعم، قرفة ناعمة ممكن، بس يعني أنا حابب القرفة الخشنة علشان ما تغيرش من لون الكسكسي. بيسألوني في الكنترول بتحط ليه حاطط قرفة خشنة، قصدي عيدان قرفة مش قرفة ناعمة.
القرفه الناعمه نحطها على الوش، بس انا حابب القرفه الخشنه دي، بيبقى اللي هي الخشب او اللي هي العيدان بيبقى طعمها حلو قوي. شايفين الجو ده كده؟ اه بازيل التقليب مستمر وانا شغال. اه كسكس على نار شديده، سمنه بلدي، قرفه، فانيليا، حبان. اه عايزه تعملي طعم المستكه حطي فص مستكه. اه شايفين الجو ده كده؟ الله القرفه رايحه جايه حلو قوي. يعني دي بقى شيشاء ميه حلو كده محترم. اه ركزوا معايا. اه حلو قوي، لازم اسمع الطشه دي. اه سامع؟ اه اه بتبقبق كده. اه اه بس خلاص وقلب. الله هو ده. آه. تقليب مستمر عشان ما يعجنش منك. آه. اه بس لازم ننزل بالميه مغليه ويكون احنا حمرناه وحمصناه. اه 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 بدأت الريحه تظهر، هي السر في مغرفتين الميه اللي حطيتها. اه اه وقلب كده. هنا بقى ما جيناش لموضوع التحليه، عايزين نحليه بايه؟ بسكر بودر، بعسل نحل، بالسكر عادي يتقلب معاه زي ما انت عايزه بقى، دي مدارس بقى وانت شطار في عمايله. انا بصراحه بحبه زي ما هو كده، وتحط عليه شويه سكر بودر على الوش مع رشه قرفه او رشه كاكاو بالشوكولاته حسب الرغبه. بتحب معاه مكسرات يا ابو غازي؟ لا، هو زي ما هو كده طعمه زي العسل. خلي بالك ساعات بجود واعمله مع الفراوله كده وصوص الفراوله، ده بيحكايه عملته قبل كده لحضراتكم. او مع المشمش يا عم، المشمش، المشمش قبل ما يودع كسكسي بالمشمش، جاب المشمش زي الفراوله ويتدمس على النار وبعدين نحطه تحت الكسكسي ونعمل قالب كسكسي بالمشمش. اه زي الفل. تعالوا نغرفه مع بعض كده. نعم الكسكسي بتاعي. اه اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه الله، راحت فين الميه؟ شربها الكسكسي بطعم القرفه، طعم الحبان، طعم الفانيليا. يلا اللهم صل على النبي. اه شفت الكسكسي نازل. اه حلو قوي. احنا بقى ليه معانا شويه فواكه مجففه، عايزين الصراحه يعني انا احب الكسكسي ده بفواكه طبيعيه بتاعت الموسم دلوقتي، تتجاب تدمس على النار، عنب، تفاح، موز، كأننا بنعمل فروت سلطة، وتحط على النار مع عصير ليمون وشوية فانيليا حلوين كده، وبعدين أحطه على الكسكسي ده وأوزعه. يا سلام. وأنا شغال كده أهو. ناخد القرفة الخشب دي كده. جرنش يعني، قرفة لوحدها هي عاملة برزنتيشن للموضوع. حلو. عندي بقى كاكاو، الاطفال يحبوا الكاكاو، اعمل كده اللي عايزه بالكاكاو اهو. دي مش قرفه عشان نبقوا فاهمين، ده كاكاو جربيه، ده الجديد بقى. حلو قوي. معانا مكسرات لطيفة زي دي كده. رانا حاجة نرسم طبق حلو كده بالشكل الحلو ده كده. اه الراسية بتتنقع في مية سخنة معاها شوية شربات حلوين عشان تطرى. عين جمل عندنا اهوت بنحطه هنا كده برضو. اللي عايز بعين الجمل هياكل بعين الجمل، اللي عايز باللوز هياكل باللوز، اللي عايز بجوز الهند هياكل بجوز الهند. اه الحاجات الحلوه دي على فكره اعتقد مش مكلفه، وانا بقول لكم اهوت وانا واقف قدام الشاشه بجد والله، هتفتح ادراج المطبخ سامعاني كويس هتلاقي حاجات بواقي رمضان، شويه يميش، شويه قراصية، شويه زبيب، الكلام ده في بيوتنا كلنا، بننزل قبل الشهر الكريم نجيب الحاجات دي ونركنها، البعض بيستخدم منها والبعض بيتشال، بيبقى موجود في طلعيها وشوفي تاريخ الصلاحيه واستخدميها زي ما انا بستخدمها دلوقتي كده في طبق زي ده كده. مش عايزاها مع الكسكسي، ممكن تعمليها مع فراخ القراصية مع اللحم،
لطيفة وجميلة، أكلة تونسية معروفة. نوجه تحية كبيرة لكل الشعب التونسي والمغربي اللي هم طبعا أفكار القراصية. شايفين الجو ده كده؟ القراصية حتى خلت لون الكسكسي طعمه حلو، شكله حلو. خلونا طبعا النهارده نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. ببساطة خالص قدرنا ان احنا نحتفل بمناسبة عاشوراء. عملنا العاشوراء بالكريم شانتيه، نحلها بسكر نحلها بعسل، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان احنا جبران الخاطر وصلة الرحم نعتبرها فرصة كبيرة، نخبط على الجار والجار لجاره. حلو. وكمان عملنا طبق كسكسي حلو بيتكلم مصري، عملنا بطاية حلوة بتتكلم بكل لغة الريف المصري والصعيد المصري بورق العنب. وشوفي ورق العنب مستوي والبط مستوي بألف هنا وشفها. بس لازم نرجع لنقطة جميلة جدا، وزع انت فرق انت. الكلمة دي لازم ترجع تاني على طبلية تجمعنا كلنا. بطاية حلوة وازاي ديك رومي فرختين حلوين. الجو ده على فكرة يا اخوانا احنا مشتاقين نشوفه تاني. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.